الحقيقة انه يعني احنا هنا المصريين بنقول انه احنا طول الوقت قلوبنا وعينينا على فلسطين وعلى غزة، وتولدنا لقينا اصحابنا الفلسطينيين عايشين معانا وجنبنا في البلد دي، واللي بيحصل في غزة كل بيت مصري متأثر، لكن في ايدينا ايه نعمله؟ حضرتكم اكيد سامعين اصوات الطائرات في القطاع في وسط هذا الظلام الدامس، يعني مشهد مرعب الحقيقة، والتنبؤ بالساعات القادمة يعني شيء صعب. الأول ما قالت مصر إنه هنوصل المساعدات لقطاع غزة من العالم كله، المصريين اتحركوا على طول، وكان في مشاهد كلنا عارفين إنها من قلبنا، ويعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه مصر دايما وأبدا حاضرة وداعمة للقضية الفلسطينية، وده على المستويين الرسمي والشعبي، وده اللي أنا كنت بكلم حضراتكم عليه، إنه ده كان حديث القيادة السياسية اللي حضراتكم شفتوه امبارح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده كان أداء الشعب المصري اللي عملوا ملحمة حقيقية مش جديدة عليهم في دعم الشعب الفلسطيني من خلال التبرع بالدم. ويمكن حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي تابعتوا عدد المصريين في كل المحافظات اللي أول ما عرفوا إن في حملة للتبرع بالدم لأهالينا وإخواتنا في غزة راحوا على طول كل المحافظات دي. المشاهد قدام حضراتكم في الغربية وفي الشرقية وفي الأقصر وفي كفر الشيخ وأسيوط والمنيا والمنوفية، كل المحافظات مش عايزة أنسى حد. حملة يعني كبيرة جدا من المواطنين، وشيء بيعملوه من قلوبهم، لأنه إحنا تعودنا على ده. كل واحد فينا من ساعة ما وعي على الدنيا دي وعارف إنه القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لنا. كمان شفنا الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وهي بتعلن عن تبرعها بالدم لضحايا غزة. مستشار محمود فوزي رئيس الحملة قال إنه وقفنا مع أشقائنا في فلسطين، ده موقف ثابت. والحقيقة إنه المواقف دي بتبرز وتظهر الرجال والمعادن. من نفس المنطق الحقيقة شفنا التحالف الوطني العمل الأهلي والتنموي عملوا إيه؟ عملوا نفس مسألة الحملة للتبرع بالدم لضحايا غزة ضمن المبادرات الشعبية والرسمية اللي أكيد حضراتكم شايفينها ومتابعينها، ويعني ده هو التضامن اللي احنا اتولدنا وتعودنا نشوفه وبنشوفه على طول في مصر مع الأشقاء في فلسطين. الحقيقة ده اللي احنا نملك ان احنا نعمله، وكان فيه برضو حملات البنك الطعام المصري، لكن إيصال المساعدات هو اللي احنا مستنيين انه يحصل. انه حديث عن ممرات آمنة، إلى الآن الجانب الإسرائيلي متعنت في هذا ولم يحدث